möchten wir Herrn Hans ganz herzlich danken für seine ausgezeichnete Vorlesung über das Kino der Jugend in Deutschland. Danke. Come inside, Sadie. Sadie, listen to me. An artist must go through all kinds of experiences. I'm trying to help you to accept yourself as you are. Do you know how important this is? I'm trying to get the artist out of you. Do you understand that? I was sure from the beginning that there was something wrong and the project will fail. You said no. The idea is going to hit. بري انترستنج اتموسفير مش كده؟ يا فرحه عزيز درويش. ايوه اتاريك لما كنت بتكلمه كنت بتقول له طمن يا فندم لما هينكتب الملخص ربنا يعدلها. ايوه ايوه انت كنت عارف ان العيال دي مش هتقف قدام الكاميرا مش كده يا استاذ خالد؟ ها؟ هي دي الصعوبيه؟ هي دي الاحلام اللي اتفقنا عليها؟ كل ده عشان صباحك كده. ايه اللي كاتبين صباح دلوقتي بالموضوع؟ صباح ما لقيت تاخد بالموضوع. الو مين؟ فين؟ ايوه طبعا هاجي. سلام. صباح عايزة تشوفني النهاردة. سيد، I want you to leave the house. I cannot bear being around someone as stupid as you. You have no taste in art whatsoever. You're not even a man. I'm leaving now. When I get back, I don't want you here. احنا جايين هنا نعمل ايه؟ بعدين اقول لك، بس وانت داخل البلبس وش الكلب. وش الكلب يعني ايه؟ يعني تخش مكشر واسمك حمامة. حمامة؟ ايوه. هاي. تقعد هنا خمس دقايق وهجيلك. مين ده؟ مش وقته، بعدين بقول لك، بس خليك قاعد لابس وش الكلب. Listen, I have some company now. I'll call you back later. Bye. Who is this guy? This is Hamama. The crazy guy you told me about? Yes, and he's very angry about the money. Do you have it? Yes. But will you tell him to take it easy? I'll try. Okay. I'll be inside. Oh.
ممكن اعرف بقى مين ده؟ ده زبون عايزه منه فلوس. فلوس ايه؟ فلوس حشيش. حشيش؟ انت كلمت بس الجدع ده مخرتن عليا بقاله شهرين مش عارفه اتلم عليه. يلا يلا ننت. بس اقعد. انا كنت عارفه ان انت هتبوظ لي شغلانه. حسن بلا زفت. حسن لازم تعرف ان انا جايباك معايا هنا عشان تحميني، وبعدين انا لازم اخد الفلوس دي. حسن عشان خاطري، عشان خاطر سبوعه، خمس دقايق وهننزل سوا. تلات دقايق أنا آسف حسن على إزعاجك. أنا واقع في مشكلة كبيرة. صاحبتي بعتت لي البيت عشان تحطني قدام الأمر الواقع. أنا زي ما أنت عارف ما عنديش حتة عشانها. أنا قاعد في لوكاندا والأوضة مخنوقة ما فيهاش تهوية. رحت لصباح فقالت لي جيبها لك بما إنك يعني بتحب الأطفال. تخليها عندك لحد ما أدبر نفسي ها؟ بس الموضوع يمكن طول شوية. عارف الظروف اليومين دول صعبه والبيزنس واقف. دي خدمه انسانيه حسن وانا مش هنساها لك. اسمعي ياسمين، سلام. Thank you.
Why am I tied to this chair? What are you doing? Syed, whom are you calling? أنا خاطب شخصية مهمة جدا في البلد. جاهز ورقة وقلم. جاهز؟ اكتب. واحد 100,000 دولار. اتنين فيزا مفتوحة لأمريكا. ثلاثة تذكرة سفر لهوليود. هوليود. أربعة ناس في معهد فنون مسرحية الهرم ونادي القصة بالقصر العيني. كتب. خد نمرة التليفون 344-212. لو ما رديتوش عليا في خلال 5 دقايق هحط السيخ المحمي في صرصور ودنه. مشهد الحصار هيبقى عند القمر الصناعي. سيد بليز انتهي مي. I'll take you to Hollywood. I'll make you a star. What the hell is happening? You have 5 minutes. Then what? Then you go. قولهم يا فندم. مش ممكن. مش ممكن. هو في ايه؟ مش عارف. القهوة فاضية كده ليه؟ مش عارف. العيال راحوا فين؟ مش يمكن تكون اجازتهم النهاردة؟ مش عارف. امشي يا معلم. ولا كلمة. في ايه؟ في ايه؟ ودينا على فين؟ في ايه؟ مساء الخير. ما شفتش بيسو؟ بيسو؟ ايه اللي حصل؟ موضوع تقيل. بيقول لك في واحد خواجه كبير قوي اتقتل. Chamber.
انتوا عارفين مين اللي اتقتل؟ مين؟ جدع الالماني اللي كان مساند سكارفيس. تعرف ايه عن سيد ابو زيد؟ ما اعرفش حد اسمه سيد ابو زيد. ما تعرفش ده؟ اعرفه، ده سيد سكارفيس. تعرف ايه عن سيد زفت؟ اعرف انه كان عايز يمثل في الفيلم اللي عامله. وايه بقى حكايه الفيلم اللي عايز تعمله؟ عايز تعمل فيلم مع شويه نصابين؟ انت عارف انك ممكن تتهم بتسويه سمعه البلد؟ يا الطاف الرحمن، يا الطاف الرحمن. انا ما عنديش اي رغبه في ان انا اسوق سمعه بلدي. امال اللي بتعمله ده تسميه ايه؟ دعايه سياحيه للبلد؟ هي دي الوطنيه اللي انت اتعلمتها؟ ايه دخل الوطنيه في قضيه سيد؟ انت هتتلمض معايا؟ انت دخلت جيش هنا؟ لا يا منجي من المهالك. يعني ما دخلتش جيش وتقاوح في الوطنيه وانتوا مش فاهمين في كلامه بس؟ لو انا مش مسموح لي غير ان اقول ان الشباب بخير والحياه لونها بامبي، ولو قلت حاجه غير كده تتفسر على انها قله وطنيه وتسويق لسمعه البلد، فيبقى الغلط مش فيا. دوروا علي في حته تانيه، لان انا مش قلقان. هفضل احلم زي ما انا عايز. ما تحلم يا ابني، حد حايشك؟ هو انت يعني مش لاقي غير العيال الصيعه دي تحلم بيها؟ يا اخي احترم تاريخ ابوك وامك يا اخي. لو سمحت خلي ابويا وامي بره الموضوع. انا سايبك ترد على حضره الضابط وتتفلسف عليه ده بدل ما تشكره عشان بينصحك؟ الراجل عنده حق يا اخي، وياما قلنا لك الكلام ده قبل كده. معلش يا حضره الضابط، يا سعاده الباشا، طش شباب امسحها فيا، امسحها فيا انا، ولا زعل نفسك ابدا. ثانيه واحده، انا لسه جاي لك بكلام. انت اساسا متهم انك مولت فيلم يسيء لسمعه البلد. انا مبسوط يا سي حسن؟ استريحت؟ اهي اتقندلت. انا بعد 40 سنه خدمه في السينما اتخذ تحري واتهم بخيانه البلد؟ انا كان قلبي حاسس من الاول انها هتنتهي في مديريه الامن. يا سعاده الباشا، اذا كان في اي شك في وطنيتي احب اطمن سعادتك، انا دخلت الجيش وحاربت في 48 لما انقطم ظهري. انا ماليش دعوه بظهرك، احنا في التهم الموجهه لك. ايه ردك عليها؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. يا سعاده الباشا، انا هقول لسعادتك على كل حاجه. الموضوع ما فيه ان انا اعرف عيله الولد ده كويس من ساعه ما اتخرج وهو قاعد في البيت لا شغله ولا مشغله. والدته اتصلت بيا بحكم الصداقه اللي بينا وترجتني ان اساعده اشجعه. احرجتني، اتصلت بيها عشان انتج له فيلم، راح مفاجئني بحكايه الخراتيت بتاعته دي. انا رفضت طبعا. خراتيت ده ايه؟ هي البلد ناقصه مصايب؟ الو زينب، ارجوك تسمعيني كويس يا زينب. انا بتكلم الحبس يا زينب، ما اقدرش عندي حس يا زينب، افهميني. ما يا ست، مش انا اللي قتلته ولا شرفني. اسمعيني بس، اسمعيني. انا بواجه لحظات حرجه سودة في حياتي يا زينب. انا حاوزك جنبي يا زينب، ارجوك ما تتخليش عني. انا ما بهددكيش، انا في عرض اللي جابوا اللي خلفوك يا زينب. يا زينب، thank you.
انت المسؤول هنا؟ ايوه انا. اتأخرت ليه؟ تعرف انت عملت ايه؟ ايه؟ بوظت النهاية. انت؟ نهاية الفيلم. طب افتح المحضر يا طلعت. انه في يومه وتاريخه. طلعت اوقف اللي انت بتعمله ده يا طلعت. انا جاي هنا عشان تفتح لي محضر؟ أنا جاي أنبهك على المصيبة اللي أنت عملتها في السيناريو بتاعي. اتفضل. اقرا. ايه ده؟ ده اللي كان المفروض يحصل. عرفت انا جيت هنا ليه؟ تغلطت غلطتين. الاولى لما بلغته ما حد سأل فيا. التانية لما ما جيتوش عند القمر الصناعي عشان تحاصروني زي ما اتفقنا. كانت ايه النتيجة؟ مش عارفين. انهيار البطل الدرامي. اثبت ده عندك يا طلعت. اثبت يا فندم. طلعت انا قررت اديك فرصه تانيه، بس توعدني انك ما تخافش زي المره اللي فاتت. اوعدني. اوعدك بكره بالليل بعد الساعه 8 هتحاصروا مخبأ عند القمر الصناعي. انا هديك الاشاره. هي دي الاشاره. هتهجموا عليا بالطيارات الهليكوبتر. انا هقتل 18 عسكري وثلاث ضباط. انت هتتعور. بعد معركه جامده معايا تحس انكم هتتغلبوا. هتنسفوا المخبأ بتاعي بالقنابل اليدويه. تضربوني جامد بالرشاشات. هضطر اموت. هتلاقوا جنب جثتي السيناريو ده. تدول طلعتي يوديه هوليود. مع تحيات سيد سكارفيس. ازيك يا ماما؟ ازيك يا فاطمه؟ بكره تصوير الساعه 8 لازم تكونوا موجودين. ها؟ ايه اللي خلاك قتلت؟ هنضطر نعيد مشهد النهاية، التفاصيل كلها مع طلعت، طلعت تبقى أقول لهم على كل حاجة، مستقبلي في إيديك يا طلعت. وانا لو كنت شاذ زي ما بتقول يا زينب ما كنتش بصيت في خلقتك. دموعك دي دموع تماسيح، تماسيح يا زينب ما فيهاش احاسيس. تبقى افتكريني ممكن اعرف سيادتك جاي عشان ايه؟ الا جاي عشان ايه؟ جاي عشان اشوفك. وكنت فين المده دي كلها؟ كنت مكتئب يا حرام.
مسكين صعبت عليا. ويا ترى خفيت ولا لسه؟ دلوقتي بقيت احسن كتير، بركه في ياسمين. كانت فكره هايله انك بعتها لي. انت مش كنت عايز تتعكي معانا؟ اديك اتعكيت وجات لك بنت خرتيه تتربى في عزك. خرتيه؟ ايوه، مش امها خواجايه؟ صحيح عندك حق. ممكن اعرف انت جاي عايز ايه؟ اقول لك انت عايز ايه؟ يا ريت. عايز نعيط لك واقول لك ان انا هفضل احبك طول عمري ومش هنساك ابدا. بالظبط كده. ده لما تشوف حلمة ودنك. وحشتيني. سمعت ان في ناس هتعمل الفيلم بتاعك. طب وانت ناوي تعمل ايه؟ مش عارف. انا نسيت اقول لك حاجه، مايكل بعت لي جواب وعايزني اسافر له الهند. مايكل؟ ايه مايكل؟ مش جلد ده كيبومبا؟ ايوه، بس لسه بيحبني وعايز يتجوزني. كنت موافقه؟ شكرا قوي حسن على الحكايه. خلي بالك من ياسمين.